وين رايح؟ شوي بتغير الصلاة بروح المسجد. بتروح بهاللبس؟ في لبسي ما في شيء. إذا مو حلوة تروح المسجد ببجامة؟ يا عمي أنت قوم صوم بالأول عشان تقولي مو حلوة أروح ببجامة. عسلام. وين رايح؟ صاحبي عازمني على العشاء ببيته. لا سلامتك. المساجد يا إخوة بيوت من؟ بيوت الله عز وجل. إحنا إذا بنروح نزور ناس راح نتجمل بأفضل الثياب. نزور ناس. طيب يوم تزور رب الناس وأنت رايح للمسجد ليش تلبس كندورة النوم؟ هل هذا قدر الله عز وجل؟ هل هذا قدر الوقوف بين يديه؟ هل هذا قدر الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام؟ لا يا شيخ ما يليق بك أبدا، تجمل لله عز وجل.